للحديث أكثر عن مشروع نسمة أمل والفعاليات يلي عم تسعى للتواصل مع أسر الشهداء والجرحى على امتداد مساحة الوطن لتقديم ما يمكنه من دعم ومساعدة لمن حافظ بتضحياته على أمن ووحدة تراب الوطن. بصيرنا نرحب عبر الهاتف مع الدكتورة عزة قدورة، مديرة مشروع نسمة أمل. صباح الخير يا دكتورة. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك. صباحك يا رب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. بداية خلينا نحكي عن فكرة المشروع وهدفه. صباح الخير. صباحكم الله يسعد الشهداء والجرحى. مشروع نسمة أمل هو مشروع أساسي لرجل أعمال مادة ثلاثي. هو مشروع بيهتم بالجرحى وعوائل شهدائنا، يعني بيهتم بأبطال الجيش السوري بالدرجة الأولى، وبيحاول إنه تكون معهم بكل الأصعدة، على كل الأصعدة، وبنحاول إنه نقدم لهم لو شيء بسيط يرجع لهم الأمل بهالحياة. نعم. يمكن هلا دكتورة نحن عم نتابع تفاصيل معك على الشاشة من الحفل، خلينا نحكي شو هي أهداف المشروع وشو الخطوط العامة يلي بيصير عليها المشروع، لأنه هو أكيد بينطلق من عدة محافظات مثل ما تابعنا بالتقرير. نعم، مشروع نسمة أمل هو بيغطي سوريا كلها بكل محافظاتها. نعم. وفعالية تراب الوطن هلأ بمحافظة طنطوس، كان قبلها محافظة اللاذقية وبلشت من دمشق، وحنكون كمان بحمص، وإن شاء الله، أو كنا بحمص هلأ بعد الفعالية، وإن شاء الله بنكمل نكون بكل المحافظات. مثل ما قلت لك المشروع هو بهدف بالدرجة الأولى لأنه يكون إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري. نعم. في أي شيء بيحتاج، سواء اجتماعيا بأي شيء هن بحاجته. نعم. ممكن يرجع لنا الأمل ببكرة. أكيد أكيد أكيد. خلينا كمان نحكي، كنتوا بطرطوس كمان بحمص، يعني نسمة أمل كل يوم عنده شيء جديد، شو مشاريعكم لبكرة؟ نسمة أمل ما في، يعني نحن هدف المشروع أولا وأخيرا نحن نصل لكل بيت من بيوت أبطال جيشنا بكل المحافظات بكل سوريا. نعم. نحن مستمرين، التكريم هي مثل ما على هذا المشروع، وإنما نحن مستمرين بدعمنا لأبطال الجيش دائما كل يوم، تقديم المساعدة لأي شيء بيحتاجوه. نعم. نعم أكيد دكتورة. ويمكن شو ما عملنا ممنوع فيهم حقهم لأبطال الجيش العربي السوري. من نوجه بدورنا تحية لكل شخص بنسمة أمل، لكل حدا يمكن عم يسعى لأنه يزرع البسمة أو يلتفت على أشخاص هن قدوتنا بالحياة، أو نحن بفضلهم موجودين هلأ وعم نكون عايشين حياة سعيدة. أكيد كلمة أخيرة بتحبي توجهيها دكتورة عزة لكل شخص ولأبطال الجيش العربي السوري من جرحى؟ طبعا مثل ما انت، نحن بنحاول نزرع لهم بسمة، هن زرعوا لنا الحياة. نعم. لولاهم نحن ما كنا موجودين اليوم، ولكننا عم نقدر نتكرم فيهم بالمحافظات كلها. هن أبطالنا، هن شرفنا، هن بكرة تبعنا. إن شاء الله نحن نقدر نقدم لهم كثير شيء بسيط اللي هن قدموا لنا اياهم. شكرا، شكرا لكم انكم حامينا، شكرا لكم انكم حافظين شرفنا وكرامتنا. ان شاء الله نقدر نكون ضد لكم جميعا، ان شاء الله نقدر نكون قد هالشيء اللي قدمته، ونضل لكم شكرا لاخر يوم. نعم ان شاء الله. الله يحمي ابطالنا على الخطوط الاماميه الان، والله يشفي جرحانا ويرحم شهدائنا ويحمي قائد الوطن ويشفي الوطن. شكرا كثير لكم. شكرا. شكرا لك وموفقين بكل خطوه. شكرا لك الدكتورة عزة قدورة مديرة مشروع نسمة أمل، شكرا كثير على اتصالك.